أهلا بكم من جديد في هذا المساء. على ما يبدو حكومة تصريف الأعمال والتي تضمنت وزراء من الفريق القديم لم تلقى رواجا شعبيا جزائريا، فالمظاهرات مستمرة في العاصمة الجزائرية المطالبة أولا باستقالة الرئيس بوتفليقة وثانيا بتغيير النظام الحاكم. الرئاسة الجزائرية بدورها أعلنت أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته في 28 من الشهر الجاري، وذلك بعد قرار المؤسسة العسكرية تفعيل البند 102 من الدستور ليخرج إلى السطح ما كان خفيا من خلاف بين المؤسسات الرئاسية والعسكرية تهم الفساد تطال وطالت رجال أعمال كبار من بينهم أشخاص مقربون من الدائرة الحاكمة وعلى رأسهم علي حداد. تطورات دراماتيكية تشهدها الجزائر في وقت تتواصل فيه التظاهرات الرافضة للنظام الحاكم. العد التنازلي لرحيل بوتفليقة انطلق، فترجيحات الآن تتجه لاستقالة الرئيس الجزائري قريبا وتحديدا هذين اليومين. سيكون هذا تطبيقا للمادة 102 من الدستور الجزائري والتي دعا رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح لتنفيذها. تنص المادة على اعتبار منصب الرئيس شاغرا في حال وفاته أو استقالته أو عدم أهليته للقيادة، وهو ما ينطبق على عبد العزيز بوتفليقة. يأتي هذا بعد أن أقر بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي. تضم الحكومة 8 سياسيين من الدائرة القديمة بما في ذلك بدوي الذي كان وزيرا للداخلية وصالح الذي احتفظ بمنصبه كرئيس للأركان. يذكر أن الشارع الجزائري لم يقتنع بهذه الخطوات ويطالب بتغيير جميع الوجوه القديمة، علما أن الجيش الجزائري حذر من مغبة تصعيد الخطوات الاحتجاجية وما سماها ضرب وحدة الشعب والجيش. الجنرالات احنا نحوسوا الجنرالات يروحوا، العسكر خوتنا كمؤسسات بقاو، احنا ما نطالبوش بالمؤسسات باش تريب وتروح ولا خاطر. هذه بلادنا، العسكر كمؤسسه هي اللي تحمي البلاد، وانما باش تدخل السياسه الحكم للشعب وباش يطبقوا الماده 102 نساو مواد جاو قبلهم. التحولات الحاليه وما قد يتبعها من تطورات اخرى في الجزائر ترعب الفاسدين والمتخوفين من فقدانهم حصانات تمتعوا بها. تحسبا لفرارهم أوقفت الجزائر عددا من جوازات السفر وكذلك الرحلات الجوية عبر الطائرات الخاصة، وها هي تحقق مع 8 من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، من بينهم علي حداد المقرب من عائلة بوتفليقة والذي كان في طريقه إلى تونس. حول ذلك انضموا إلينا في استوديوهاتنا من باريس السيد توفيق ويدرشيش المحلل السياسي الجزائري. مرحبا بك معنا سيد توفيق، وأيضا انضم إلينا عبر خدمة سكايب المحلل السياسي السيد هلال العبيدي. مرحبا بك معنا سيد هلال. سيد توفيق دعني أبدأ معك. في البداية كانت هناك مطالبات جزائرية لعدم وجود ولاية خامسة أو عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، خرج بوتفليقة ليؤكد ذلك. مرة أخرى كانت هناك مطالبات باستقالته، وهي الرئاسة الجزائرية تعلن بأنه سيقدم الاستقالة في 28 من الشهر الجاري. ماذا يعني ذلك؟ تحية لك سيدي الفاضل، تحية للسادة المشاهدين. طبعا هذه التغييرات لديها أكثر من معاني. بعد تفعيل المادة 102 والتي تنص على شغور منصب الجمهورية وعدم تمكنه من ممارسته كرئيس دولة للجمهورية الجزائرية، ولكن للأسف جاءت متأخرة. تمنينا أو أن تكون تفعيل هذه المادة يعني في 2014 2015 2016، يعني للأسف جاءت متأخرة ولكن مقبولة، يعني ولكن بشرط تفعيل هذه المادة يتوقف عند حد إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية، ولكن الشعب الجزائري يتفطن لهذه الحيلة هذه، لأنها بما تعتبر بمثابة فخ. جزء منه مقبول، المادة 108 تفعيل لأنه لا أحد لم يقم بتفعيل هذه المادة، مشكور سيد قائد الأركان، ولكن هل يقوم بالخطوة الموالية التي يرفضها الشعب والتي تتمثل في تعيين السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري؟ هو شخص غير مرغوب فيه فيما يتعلق بالشارع الجزائري. هذا مرفوض سيد
هذا مرفوض سيدي الفاضل. هنا المشكل، هنا يبدأ الصدام بين قرار المؤسسة العسكرية ومطالب الحراك الشعبي. كما قلت لك أن التفعيل جميل، يعني أنهى العهد الخامسة وأعلن الشغور، لأنه لحد لولا المؤسسة العسكرية لا أي مؤسسة لم تقوم بهذه بتفعيل هذه المادة. زد على ذلك هناك تخوف لأن هناك صراع أجنحة. لحد الآن سيدي الفاضل لم يستمع المجلس الدستوري. ماذا ينتظر المجلس الدستوري؟ وكأننا أمام مؤسسة ذات تضاهي المؤسسة العسكرية. المجلس الدستوري لحد الآن لم يجتمع مع أعضائه الإحدى عشر. طيب إعلان الرئاسة الجزائرية بأن بوتفليقة سيستقيل في 28 من الشهر الجاري بناء على ما جرى فيما يتعلق بقرار المؤسسة العسكرية تفعيل بند 102 من الدستور. ماذا يعني ذلك على مستوى الحراك الشعبي؟ هل هو تلبية أولى لمطالب هذا الحراك؟ طبعا هو يعني كما نقول نصر بطعم نوع من المرارة. ليس كل هذا ما نتمناه، الحراك سواء هنا في سواء في الجزائر من خلال المليونيات أو الشعارات التي رفعها. هو يريد يعني لا يريد الوجوه القديمة، يعني أصلا الآن قايد صالح عليه أن يعي بأن الشعب هناك رسالة أخرى بعد رسالة لا للعهد الخامسة ولا واستقالة عبد العزيز بوتفليقة. هناك مطلب آخر يريده كافة الشعب الجزائري، سواء في فرنسا سواء في النخبة سواء في الأحزاب الموالاة وغير الموالاة، وهو عدم ترأس السيد عبد بن صالح رئيس مجلس الأمة لهذه العهدة. طيب. يعني 45 يوم زد على ذلك 90 يوم، يعني هذا في صالح النظام. وبالتالي الحراك في الجزائر يطالب بإقالة حكومة قولت قدور الذي هو يعتبر المزور رقم واحد. طيب نقطة الحكومة سيد شيشي، نعم. دعني أنتقل إلى سيد هلال فيما يتعلق بهذه القضية. على مستوى حكومة تسيير الأعمال سيد هلال، هناك رفض لهذه الحكومة بما أنها أبقت على أشخاص يعتبرون أشخاص من الفريق القديم كما يقال. هذه الحكومة في نهاية المطاف لديها مهمات صعبة وشاقة، فترة محددة لتسيير الأعمال، هذا من جهة. من جهة أخرى يجب عليها أن تجعل الشارع الجزائري يقبلها في نهاية المطاف. مساء الخير لضيفك الكريم والجمهور المتابعين. بالتأكيد يعني الدولة العميقة في الجزائر كل ما يعني كالأخطبوط بعدة رؤوس، كل ما يقطع يتم إزالة رأس من هذه الرؤوس يظهر رأس آخر. هذه الحكومة يعني المفروض أن تكون حكومة تصريف أعمال، ولكن يراد لها الإشراف على تكوين حكومة جديدة موازية للحكومات المتعاقبة منذ 20 عام في الجزائر. الشعب رفض هذه الحكومة، وخصوصا الإبقاء على السيد نور الدين بدوي كرئيس أو كوزير أول لهذه الحكومة. لذلك نجد أن كل ما تخلص الشعب الجزائري أو الشارع الجزائري من رأس يظهر له رأس جديد عليه التخلص. هناك أيضا الجيش والقوة العسكرية التي يحكمها أحمد قايد صالح. هذه بالنسبة للشارع الجزائري أنا أعتبرها تعتبر خط أحمر لا يجوز التجاوز على المؤسسة العسكرية، ولكن هناك نوع من التناغم يجب أن يجده الرئيس يعني أو رئيس الأركان. أحمد قايد صالح يجب أن يجد نوع من التناغم بين المؤسسة العسكرية التي يمثلها وبين الشارع الجزائري. إذا وجد هذا التناغم سيتم القضاء على المؤسسة السياسية وعلى رؤوس التي حكمت الجزائر طوال هذه الفترة السابقة. يعني هذه الحكومة حكومة شكلية يراد منها تهيئة الأجواء لما سيأتي لاحقا، وهو لا يفي بمطالب الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يتطلع إلى تغيير جذري لهذه الحكومة. الشعب الجزائري يتطلع إلى شيء يعني إلى تغيير العملية السياسية وطريقة الحكم التي تمت بها أربع حكومات وأربع دورات من حكم بوتفليقة. نأتي على خروج بوتفليقة من يعني الانسحاب هو خير من الإقصاء. نعم. بوتفليقة يريد أن ينسحب بكرامته ولا يريد أن يقصيه بسبب المادة 102 وبسبب عجزه، ولكن الترتيبات الدستورية هنا نأتي أيضا القانون الدستوري في الجزائر. هل سيتم الالتزام
به هل سيتم التصعيد من قبل الشارع؟ طب بهذه النقطة نعم لنا الأيام القادمة. بهذه النقطة دعنا أطرح هذا التساؤل على ضيفي الذي ينضم إلي عبر الخط الهاتف السيد منير كيجي المحلل السياسي المغربي من الرباط. مرحبا بك معنا سيد كيجي. ماذا بعد إعلان الرئاسة الجزائرية استقالة بوتفليقة فيما يتعلق بما بعده من تفعيل المادة 102 من الدستور في نهاية المطاف؟ هناك رئيس مجلس أمة جزائري ينتظر هذا المنصب بشغوره، وهذا شخص مرفوض على مستوى الحراك الجزائري، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الرفض لحكومة تسيير الأعمال بما تضمه من شخصيات تعتبر شخصيات من الفريق القديم. الواقع أن المتتبع للشأن الجزائري منذ 22 فبراير سيلاحظ أن الأحداث تسير بوتيرة سريعة جدا. فهناك ملاحظات لابد من الإدلاء منها بها، وهي أن تكوين حكومة يوم أمس المكونة من 28 وزير، 8 منهم لابد من الإشارة أنه لم يتغيروا وهم أعضاء في حكومة ويحيى التي يرفضها الشارع ويرفضها الحراك الشعبي بالجزائر. الملاحظة الأساسية الثانية هي السؤال الذي يطرح في الشارع الجزائري: من يعطي الأوامر؟ من أعطى أوامر من أجل مثلا منع علي حداد المقرب من سعيد بوتفليقة من أجل العبور نحو الجزائر نحو تونس والهروب؟ يعني هناك أخبار تتحدث عن نيته الهروب نحو فرنسا. من أعطى الأوامر؟ من أعطى أوامر من أجل منع طائرات خاصة لأشخاص محسوبين على الأوليغارشيا القريبة من بوتفليقة، محسوبين على الرئاسة الجزائرية؟ نعم، هناك أنباء تتحدث عن حصار لأفراد من الأوليغارشيا في منتجع الصنوبر بالجزائر العاصمة متورطة في صفقات فساد ورشوة واغتناء غير مشروع. السؤال الذي يطرح: من يعطي الأوامر؟ هذا هو السؤال الأساسي. أما فيما يخص تشكيل حكومة أمس، أعتقد أن السلطة الحاكمة تسعى إلى فرض توافق وانتقال ثالث جديد من أجل امتصاص غضب الشارع وإنهاء مسلسل الاحتجاجات الأسبوعية. الأكيد كذلك أن تفعيل الفصل 102 الذي دعا إليه الجنرال القائد صالح يعني هدفه الأساسي وزيادة الفصل. نعم سيد توفيق، أنتقل إليك من جديد. تهم فساد تطال شخصيات رجال أعمال كبار في الجزائر، جزء كبير منهم وعلى رأسهم علي حداد مقرب من الرئاسة الجزائرية. ماذا يعني ذلك؟ هل يمكن القول بأن الخلافات باتت واضحة أيضا ما بين المؤسسة العسكرية من جهة والرئاسية في الجزائر من جهة أخرى؟ أكيد لا ننسى بأن هناك صراع أجنحة، أولا الجيش بقيادة قايد صالح من جهة، والرئاسة بقيادة سعيد بوتفليقة، حتى لا أقول عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة وناصر بوتفليقة أخوين لناح أصحاب رؤوس الأموال وما نسميه نحو المال الفاسد، يعني أخذوا ملايين من الملايين من الدولارات من الخزينة العمومية ولم يستردوها حتى الآن، حتى أن السيد ويحيى عندما سئل طرح عليه سؤال ماذا تنتظر حتى تسترجع هذه الأموال التي أخذها طحكوت، ليس فقط حداد يعني كواجهة، وأخوه هناك علي حداد ومحمد حداد أخو حداد رئيس الأموال الذي يملك أكبر شركات في التلفزيون، لديه قناتان ولديه شركات كبيرة مقاولات، وحاول الهروب كما ورد في تقريركم. زيد على ذلك هناك تحكوت علي وتحكوت محمد، يعني هذه الأشخاص. زيد على ذلك كونيناف هذا أكبر ممول يعني بالملايير لحملة البوتفليقة التي كانت العهد الخامسة. يعني الآن هناك ضغط على أو نوع من عصا الحجاج على هذه الأشخاص الذين يريدون الهروب سواء عبر البر، لأننا لا ننسى بأن لديهم من يساعدهم على الخروج سواء من المطارات أو من عن طريق البر أو حتى عن طريق البحر. إذن هي صراع. دعني أنتقل لسيد هلال بهذه النقطة فيما يتعلق بصراع المؤسسة الرئاسية والعسكرية. هذه الخلافات باتت تطفو وتخرج إلى السطح نوعا ما مع تضييق الخناق على الرئيس الجزائري من جهة، مع الحراك الشعبي الجزائري المتزايد جمعة بعد جمعة.
بالتأكيد عندما يغيب الغطاء السياسي يبقى الغطاء العسكري هو النشط هو الفاعل. يعني قبل قليل الضيف تحدث عن من يصدر الأوامر في الجزائر بمنع الطائرات ومنع رؤوس الأموال من الهرب من الجزائر. الآن الجيش يملك زمام القوة. الغطاء السياسي مع حتى وجود بوتفليقة في الحكم هو قد انتهى غطاءه السياسي، وخصوصا مع الإعلان عن قرب استقالته. لذلك هناك جهات قوية داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية هي التي تفرض هذه الأوامر وهذه الشروط، وهي التي تحاول أيضا هنا أن تبتز هؤلاء رجال الأعمال الذين سرقوا الملايين والمليارات على مدى عقدين من الزمن. لذلك هذه المؤسسة العسكرية تحاول الحفاظ على هؤلاء رؤوس الأموال لأنها تعتبرهم ثروة، أو تعتبر أنه يمكن من خلالهم الوصول إلى الثروات التي جمعوها خلال هذين العقدين. نعم. لذلك هؤلاء رجال الأعمال سيتم بعد ذلك مساومتهم أو إخضاعهم إلى القانون، لأن المؤسسة العسكرية أيضا في الجزائر هي مؤسسة أيضا خاضعة لمنظومة الفساد التي كانت تحكم الجزائر. نعم. لذلك كما قلت قبل قليل كلما نقطع رأسا يظهر رأس آخر في الجزائر يريد الاستفادة من هذا البلد. ولكن هنا الحراك الشعبي هو حراك ضد الجميع بما فيهم القادة، بما فيهم قادة المؤسسة العسكرية، ولكن يبقى الجيش هو القوة الرئيسية في الجزائر. وما يتم، يعني لا أعرف كيف ستكون العلاقة بين ضباط المراتب الصغرى من الجيش الجزائري والحراك الشعبي الذي يستمر بالتصاعد والذي يرفض الجميع بما فيهم أحمد قائد صالح. بنقطة الحراك الشعبي، أنا أعتقد أن الأمور متجهة إلى التصعيد، وهذه النقطة التي أنتقل بها للسيد منير كيجي من جديد. سيد منير، هل بالفعل الأمور تتجه إلى التصعيد في الجزائر؟ يعني من جهة الرئاسة الجزائرية كما قلنا أعلنت نية بوتفليقة تقديم الاستقالة، ولكن ما بعد ذلك قد تكون أمور أيضا مرفوضة بالنسبة للحراك الشعبي الجزائري على مستوى الشخصيات، على مستوى النظام الحاكم، على مستويات عدة أيضا. نعم، أعتقد أن اللجوء مثلا فيما خص التصريح الأول للثلاثاء الماضي للجنرال قايد صلاح باستعمال الفصل 102، والتصريح يوم أمس باللجوء إلى الفصل 7 و8 للقاضي بأن الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده، وأن السلطة التأسيسية ملك الشعب ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. تفعيل الفصل 102 يعني اللجوء إلى شخصية عبد القادر بن صالح، وهو شخصية مقربة من عبد العزيز بوتفليقة، وهو رجل عجوز كذلك، وهو مريض حسب المعلومات وحسب الأخبار المتداولة، فهو مريض بمرض السرطان ويتجاوز عمره يناهي 72 أو 73 سنة، وهذا إشكال آخر. يعني أن الشارع الجزائري يطلب رحيل النظام ورموز النظام. إذا أعتقد أن هذا المسلسل، مسلسل الحراك سيستمر، وأن الجمعة المقبلة سيكون هناك خروج كثير للجزائريين في مختلف الولايات من أجل إيجاد آلية أخرى من غير يعني من أجل إيجاد انتقال سلس أو توافق فيما يخص القطيعة مع النظام الفاسد الماضي. ابقى مع سيد منير من جديد. سيد توفيق، على مستوى الشخصيات، جميع الشخصيات غير مرغوب فيها في الحراك الشعبي الجزائري. نور الدين بدوي غير مرغوب فيه فيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال. أيضا أن يكون أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري، هذا أمر غير مرغوب فيه. أكثر من ستة شخصيات غير مرغوب فيها على مستوى الحراك الشعبي الجزائري. كيف يمكن قراءة ذلك؟ في نهاية المطاف هناك محاولات من قبل النظام الحاكم للمراوغة السياسية، ولكن الحراك الشعبي الجزائري يفهم ذلك في نهاية المطاف، وهو مستمر في مطالبته بتغيير النظام الحاكم في الجزائر. إلى أين تتجه الأمور؟ فعلا الأمور يعني نقول تتجه نحو نوعا ما إلى التصعيد، يعني سوف نشهد ذلك في الجمعات القادمة. نعم. وفي هنا في ساحة لاريبوبليك، في ساحة الجمهورية في باريس يوم الأحد. لماذا؟ لأننا الأمام، نحن الآن أمام أزمة دستورية وأزمة سياسية. كيف أزمة دستورية؟ أزمة دستورية، لحد الآن لم يعلن المجلس الدستوري، لم يجتمع ولم يعلن شغور منصب رئاسة الجمهورية. لست أدري ماذا ينتظر هذا المجلس الدستوري بقيادة طيب العيد. زيد على ذلك السيد قايد صالح هو الآن في صراع مع الرئاسة
وصراع مع ضغط الشارع، لأن عليه أن ينظف المحيط وهو الرئاسة، خاصة بأنه تلقى عدة رفض من هذا من الرئاسة، يعني محيط الرئيس أو سلطة أمر واقع وأخو بوتفليقة لا يريد أن يتنحى، وبالتالي يعني يذكرنا لو رجعنا في 1992 عندما رفض رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد رفض الاستقالة، وهو تقريبا نفس الموقف الذي تعرضه الآن قايد صالح، ورفض الرئاسة من الاستقالة والبقاء على بوتفليقة ومحيطه. هذا الحالة هي حالة مشابهة وقعت في 1992 عندما رفض رئيس الشاذلي بن جديد وقتها التنحي. ماذا حدث؟ حدث صراع وإطلاق النار بين صفوف الجيش الوطني الشعبي والحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري هو تابع للرئاسة، ولكن هدأت الأمور وتم تنحية إقالة الشاذلي بن جديد وقتها، وثم تعيين مجلس الأعلى للدولة. إذن السيد قايد صالح هو أمام تيار أمام صراعين، صراع الأول مع رئاسة الجمهورية وأرباب الأعمال الذين كانوا يريدون تمديد لبوتفليقة وعهدة خامسة، وهو الآن مع صراع مع مطالب الشعب الجزائري. المادة 102 على ما يبدو سيد كوادر الأمر بقي بيد المؤسسة العسكرية. فقط أكمل الكلمة، لأننا المادة 102 تحيلنا على المادة 104. المادة 104 ماذا تقول؟ لأنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية وحدوث المانع تبقى الحكومة على ما هي عليه، وهذا يعني كارثة، يعني تبقى الحكومة ويحيى بما فيها وتقدور المزور، حصيلة رمضان العمامرة وزير الخارجية السابق يعني معروف حصيلته الكارثية، زد على ذلك على الوجوه القديمة. إذن السيد قايد صالح قام، أنا أراه قام بما عليه، قام بتفعيل المادة، ولكن ليس لديه الحق أن يتدخل في إقالة وتعيين الحكومة، وهذا ما لا يريده الشعب. الشعب يريد أن يكون حاميا. سيد هلال، بهذه النقطة يعني على ما يبدو بعد إعلان الرئاسة الجزائرية استقالة بوتفليقة في 28 من الشهر الجاري، الأمور باتت تتجه نحو المؤسسة العسكرية بشكل كامل، بأن القرار في نهاية المطاف سيكون عند المؤسسة العسكرية. وهنا البعض يقول تكمن الخطورة فيما يتعلق بأن يواجه الحراك الشعبي الجزائري المؤسسة العسكرية في الجزائر. يعني الأمور متجهة إلى يعني إلى إيجاد ما تحاول الحكومة به وما تحاول العملية السياسية في الجزائر الوصول إليه، هو إيجاد طريقة مخرج لهذا الوضع الشائك، إيجاد حكومة متوازية بموافقة أحمد قايد صالح الذي احتفظ كما نرى بمنصبه للخروج من هذه الأزمة. يحاول الحكومة في الجزائر إيجاد مخرج، وهذا المخرج يرفضه الشارع الجزائري. الآن هل سيتجه التصعيد بين الجيش الجزائري الذي يريد أيضا أن يجد مخرج، يريد أن يحظي منظومته، يريد أن يحتفظ أو يحافظ على منظومته العسكرية، لا يريد المواجهة مع الشارع الجزائري، ولكن الشارع الجزائري يرفض الحكومة. فهل هنا السؤال المطروح أمام أحمد قايد صالح، هل سيحتفظ أحمد قايد صالح بالمخرج هذا وهي الحكومة الشكلية أو الصورية التي شكلها، ويجد مخارج دستورية ضمن المادة 102 و104 من هذا الموضوع ويصل، يعني هل سيرضخ الشارع الجزائري إلى هذه العملية أو هذا السيناريو الذي يطرح الآن بالتوافق مع الجيش؟ الجيش موافق، أحمد قائد صالح موافق على هذه الحكومة، وهو جزء، إذا أردنا أن نعتبره جزء منها. هنا سيأتي دور الشارع العراقي في يوم الجمعة القادمة وسيقول كلمته. الشارع الجزائري، الشارع الجزائري الآن رافض لهذا التواجد ولهذا المخرج ولهذا السيناريو. فهل سيتم فرض السيناريو بقوة سلاح الجيش؟ هل ستتم مواجهة بين الجيش والشارع الجزائري؟ يعني ليس بالسهل لا على المؤسسة السياسية الجزائرية وعلى المؤسسة العسكرية أن تقوم بنهاية المطاف بتغيير النظام بشكل كلي، إجراء تغييرات كبيرة كما يطلب الشارع الجزائري. هناك توأم فساد كبيرة وكبيرة جدا. أيضا هناك من يقول بأن المؤسسة العسكرية وحتى السياسية ومحيط الرئاسة لن يتخليا في نهاية المطاف بهذه السهولة.
لا يعني بالتأكيد هذه المؤسسة سوف لن تتخلى، وهي تحاول بإيجاد مخارج، هذا هو مخرج. الحكومة الآن التي أسست بقيادة أو برئاسة نور الدين بدوي هي إحدى المخارج التي يمكن أن تطرح. طرحت بالبداية موضوع تجديد بوتفليقة، تجديد بوتفليقة تم القضاء عليها، الآن يطرح حكومة، الآن يطرح المادة 102، بوتفليقة طرح استقالته، لا يريد بوتفليقة أن يتم تلحيته بعد هذا التاريخ الطويل، يريد الرجل أن يغادر بكرامته. لذلك كل الرهانات الآن هي في اتجاهين، في اتجاه الشارع الجزائري وأيضا في اتجاه الجيش الجزائري. أما كحكومة شكلية فقد تم ربطها الوقت. وهي حكومة تصريف أعمال. سيد هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي كنت معي عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الشكر موصول لك سيد توفيق ويدر شيشي المحلل السياسي الجزائري، كنت معنا عبر استديوهاتنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لك ضيفي عبر الخط الهاتفي السيد منير كاجي المحلل السياسي المغربي. مشاهدي الكرام بهذا انتهينا من هذا المساء، دقائق قليلة ونعود إلى المناظرة اليومية، فابقوا معنا.